السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب ريتاج عبد الرحمن السلمي من إدارة تعليم جدة. طبعاً لابد من مشاعر الفخر ومشاعر الفرح، ولكن يغلبها مشاعر الامتنان. امتنان لكل من ساعدنا في هذه الرحلة، من موهبة إلى أهالينا لحتى الجامعات اللي دعمتنا والمراكز البحثية. طموحنا هو الأول أن نتعلم ونرجع بهذا العلم لفيد وطننا. مشروعي حاول فيه أني أطور مكثفات كهرباء عالية السعة تكون مصنوعة من الأسمنت، لأن ما حنقدر نعتمد تماماً على الطاقات المتجددة إلا إذا كان عندنا أجهزة تخزين طاقة ذات كفاءة عالية. وتجي المشكلة في أنه إحنا نلاقي مواد متواجدة بكثرة نقدر نستخدمها لنبني هذه الأجهزة، والسمنت موجود في كل مكان، هو في الجدران، في الأراضي، وحتى في السدود. فإذا قدرنا نوظفه كما يسمونه السيبريتر أو الإلكترولايت، نقدر نستخدمه كجزء من جهاز يعمل على تخزين الطاقات المتجددة، وهو مكثفات الكهرباء عالية السعة. اخترت هذا المشروع بما يتناسب مع رؤية المملكة طبعاً 2030، وغير ذلك الحبي لما يسمونه الإلكتروكيمستري أو الكيمياء الكهربائية. هي تجمع ما بين الفيزياء وما بين الكيمياء، وهذا مجال كنت مهتمة فيه من صغري. لولا توفيق الله ثم دعم أهلي ما كنت حكون في المكان اللي أنا فيه لليوم. كنت أتنقل ما بين غرب المملكة وشرقها. كنت أنا من جدة، ولكن اشتغلت مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، واللي هم كانوا من أكبر الداعمين لي. كنت أشتغل في مركز تخزين الطاقة وإنتاج الهيدروجين. أيضا موهبة ساعدتني ووفرت لي مجتمع من عقول مشابهة لي بطموح مشابه لي، وكان هذا من أكبر الأشياء الداعمة لي واللي خلتني أحط هذه الأهداف لي وأسعى خلفها. العامل الأول بالنسبة لي هو المثابرة. الرحلة ما هي سهلة في البحث العلمي، لأن البحث العلمي اللي تعطي مو شرط إنه هو يعطيك، لا، الأشياء غير متوقعة، لأنه إحنا ما بين اللي تعرف البشرية واللي ما تعرف البشرية، فممكن شغل شهور ما ينتج نتائج عالية، وممكن العكس تماما. فالمثابرة وعدم الإحباط، وبالعكس تتحمس من كل مرة تفشل وتحاول مرة أخرى، هو بالنسبة لي السبب الأول اللي يخلي أحد ممكن ينجح في هذه المسيرة وإن شاء الله يكمل فيها حتى 15 سنين من قدام. طبعاً سواء تأهلت أنا أو أحد من زملائي، أنا واثقة أتم الثقة إنه كل أحد هنا موجود في الورشة اليوم راح يمثلنا بأفضل صورة. جميعهم طلبة تم اختيارهم من فوق 104,000 أو 140,000 مشروع، وهذا عدد هائل. فكلهم متمكنين، كلهم عالمين، كلهم رائدين في مجالاتهم، وأنا متأكدة بإذن الله نقدر نكتسح آيسف زي ما اكتسحناه السنة اللي فاتت، ممكن بأرقام أعلى إن شاء الله.